أدعو معالي الوزير الكهرباء لإلقاء كلمة قصيرة حول مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الوزير، اديتنا الفرصة ديت. برحب طبعا بمعالي وزير الخارجية، دورة شقيقة، والحقيقة ان انا حضرت جزء يمكن صغير من المباحثات قبل ما نتطرق لموضوع الاتفاقية، لكن برضو بأثني على المباحثات اللي موجودة، وكان في تطابق يعني شامل الحقيقة. فأنا بشكر معالي وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية المجر على التعاون والتكامل اللي موجود. يعني الحقيقة ان احنا عندنا النموذج اللي احنا كنا يعني اخترناه عشان نعمل عليه المفاعل هو بالضبط زي اللي موجود في دولة المجر، والحقيقة ان التعاون بيتم عن طريق اللي موجوده. يمكن احنا بنقول في سبق او يعني في حاجه حصلت ان احنا بنينا في مرحله متقدمه، لكن الخبرات المتراكمه في المجر الحقيقه خبرات عظيمه جدا، واحنا نقدر ان احنا نتعاون مش بس هيبقى بين الدولتين، لكن كمان للدول اللي هتكون داخله في نفس المجال ان احنا ممكن تكون متعاونه معانا، علشان دايما التعاون في المجال بتاع النووي بيبقى مجال مستمر وطويل، وفي مجالات كتيره للتعاون والتدريب ونقل الخبرات واستخدام كمان بعض المواد المستخدمه في الانتاج. فانا طبعا سعيد جدا ان انا حضرت النهارده، وبشكر مره ثانيه معالي وزير الخارجيه ان اداني الفرصه ديت. الف شكر. شكرا معالي.